جاءنا عيد الأضحى المبارك مختلفاً عن الأعياد التي سبقته في زمن الجائحة، حيث لمسنا التكامل والتلاحم المجتمعي من خلال التفاعل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مما ساهم في قضاء إجازة العيد بأمان. وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 77.91%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 69.35% من إجمالي السكان. شهدنا في الفترة الأخيرة ولله الحمد انخفاضاً في عدد الإصابات. إن هذا الانخفاض في عدد الإصابات يقابله عودة تدريجية للحياة الطبيعية وعودة النشاط الاقتصادي والسياحي للدولة بشكل أوسع، وعودة الموظفين لممارسة أعمالهم من مقار الجهات التي ينتسبون إليها.